كيما تريد معليش دوك. ابدا انت هيا ما كاش مشكل، ما كاش مشكل. هيا خلاص سمعنا. السلام عليكم جماعة، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. الحصة تاع اليوم حتكون كومبيناتوار على invariants و monovariants، ولا بالعربية لا متغيرات و سعيد كيفاش يقولون لهم بالعربية monovariants؟ والله ماني عارف صح شكون تقدر تقول له شو المتغير بطريقة متغير بطريقة ما شو نعرف كان مونوفارينت تقولهم بالعربية جو بونس احاديات التغير مش فاش اي احاديات التغير يا معليش مليح تسمع يا مليح اسمع حين نحكيو على لا متغيرات وحاديات التغير دوكا اكيد يعني حنتناولوهم من ناحيه توفيقيه تسمى كومبيناتوار بصح عموما المبدا تاع انفارينت ومونوفارينت مبدا تاعهم مبدا عام تسمى ما جايش هكا محصور في نطاق معين ولا دوكا احنا في كومبيناتوار في التوفيقات عموما نتعاملوا مع علاقات بين عناصر هكا مدلك مجموعه غير تدرس علاقات بين عناصر تاع هذا بشكل عام في غالب الاحيان عموما يقول لك يمدلك مثلا مجموعه من الخطوات ولا يمدلك خوارزميه ولا يمدلك حاجه معينه تتبدل يقول لك دير كذا يمد لك دير كذا مثلا عناصر اللي عندك مجموعة اللي عندك دير لها كذا عدد يقول لك مثلا مد لي عدد دير له كذا طبق عليه أمورات هادو يعني بشكل عام نحكيو على تغير في عناصر مجموعة ما التغير هذا نقدروا ندرسوه بما يسمى لا متغيرات واحاديه التغير دوكا نروحو نشوفو اول حاجه مقدمه ماشي مقدمه لكن تعريف على لا متغيرات واحاديه التغير دوكا في الحصه تاعنا حنحكيو على لا متغيرات وحدهم ومن بعد نروحو لاحاديه التغير مليح دوكا اول حاجه حنبداو بها لا متغيرات نحكيو عليها مليح شوفوا دي زيكزامبل عليها شوفوا كتاش نستخدمه وكتاش لا و من بعد نروحوا لاحاديه التغير بون دوكا ساعه نبارطاجي ليكرون تاعي جماعي خكم تشوفوا في ليكرون ايه ايا خلاص مليح مليح دوكا نبداو اول حاجة وشي هو invariant وش معنتها invariant بشكل عام invariants ولا لا متغيرات هي اي حاجة لا تتغير عند تطبيق تحول معين ولا تغير معين على خوارزمية محددة سعيد وش قلت لي؟ قلت لك خوارزمية محددة شغل ستيبس ايه مش كل عبك مش كل عربية ما تعرفش مصطلحات اكزاكتون ما عليش دوك اللي كتب يعني مفهوم تاعو هنا ان انفاريانت invariant is any property value etc. That doesn't change
when applying particular transformation formation لا دوكا يعني شوفوا مليح واش معناتها واش كتبت بون دركا حنا واش حنحكيو واش حنحكيو بشكل خاص نحكيو على نحكيو على خوارزميات نحكيو على البروسيسز على الجيمز امورات وين يمد لك خطوات معينه انت تقوم بتنفيذها مثلا يقول لك خير عدد ومن بعد زيد له كذا ومن بعد دير كذا ومن بعد دير كذا هذه نسميوها خوارزميه يعني اي عدد اي خطوات محدده يعني باش توصل نتيجه معينه مليح دركا حنا كيما قلت قبيلت الطريقة اللي حنتناولوا فيها هذا النوع من المسائل من يمدلك خطوات محددة يعني بشكل عام خوارزميات algorithms and games هادو حنتناولوهم بinvariants ومonovariants مليح اسم هذا هو النوع تاع المسائل اللي رانا مهتمين بيه درك درك احنا كي تكون عندنا مسألة من هذا النوع من يمدلك خطوات نشوفو كي تابليكي الخطوات هادو وش هي الحاجة اللي ما تتبدلش تسمى مثلا درت درك من بعد نروحو يعني أمثلة بسيطة يعني برك نكمل هذا قلنا كي تكون عندك مسألة وين يقولك دير أمورات معينة تدي ما تحوس على وش ما يتبدلش كي تطبق الخطوات اللي مدهم لك وهذاك هذيك الحاجة اللي ما تتبدلش من بعدها تبين أنه في الأخير تستلزم لك أنه النتيجة اللي حتوصل لها تنطابق عليها خاصية معينة درك نشرح الهضرة اللي قلتها دوك نكتبها أول حاجة ما في هذا النوع من المسائل ديما عندك initial state وديما عندك ماشي ديما لكن يعني احنا حنعتبرو initial state فقط والخطوات اللي حتابليك تسمى مثلا اصبر دقيقة بدينا ب initial state بعدها ابليكيت عليها كباليش change or transformation مليح لحقت بينا state واحد اخرى another state مليح دركا احنا وش نحوسو وش هي الحاجة المشتركة بين initial state و states اللي بعدهم حاجة اللي ما تتبدلش هاو كنكتب هنا always look for what doesn't change مليح وحاجة واحد اخرى نزيدها احنا وعلاش نديروا الابروتش هذا وعلاش حتى نسمى يتحتم علينا انه نحوسوا على اللي ما يتبدلش لانه غالبا تذكر الخوارزمية اللي مدها لك يعني اذا راك في لعبة ولا تكون حاجة معقدة انك تدرس الامكانيات كامل مثلا بديت ب initial state هاي initial state مليح عندك قداش الامكانيه قداش الامكانيه تقدر توصل لها كي تبدا بالانيشال ستيت هذه تقدر دير كذا اذا قالك مثلا خير لي عدد فردي عندك انت العديد من الاعداد الفرديه اللي حتتناولها تما عندك العديد من الامكانيات تسمى هنا حندخلوا في التعقيد يعني اذا نتناولوا الامورات هذو كامل حنا واش نديرو بما انه ديما يعني يطلب لك خاصيه معينه اصبر دقيقه ممكن نكتبوا مثلا
اذا في حاله مثلا اذا المساله تاعك تقول لك بلي عمليه معينه تنتهي اسمها كاين فاينل ستيب اي كاين فاينل ستيب وين تحبس ما دير والو فاينل ستيب هذه ما تعرفش عليها والو ليه ما تعرفش عليها كيفاش حتكون مثلا في حاله اذا تتعامل مع اعداد وش هو العدد اللي حيخرج لك اكزاكتومون انت ما عندكش فكره عليه لكن انت كي تستخدم invariants ولا من بعد حنحكيو عليها monovariants واش دير انت راك تحكم initial state هذه وتحكم الالغوريثم هاي الالغوريثم وتشوف العلاقه بين initial state والالغوريثم هذه كي تشوف العلاقه بيناتهم تقدر تشوف واش هي الحاجه اللي ديما تبقى لك ثابته مهما درت بشرط انك تلتزم بالالغوريثم هذه دركا الحاجه هذيك هي اللي من بعد على بالنا بانه فاينل ستيب راهي فيها اسمها خاصيه هذيك ثابته ديما على بالنا بلي انه حنلقاوها في فاينل ستيب ماشي فاينل ستيب قلنا الحاجة هذه خاصية هذه ثابتة على بالنا بلي حنلقاوها في final state يسمى نقدروا نجبدوا انه الخاصية هذيك تستلزم لي حاجة معينة في final state هذيك وهي اللي تكون المطلوب اذا قلت برهن لي خاصية متعلقة بالfinal state تحكم invariant هذاك اللي لقيته ومن بعده تبرهن انه invariant هذاك يستلزم انه الفاينل ستيت لازم تكون هكا ثم ما كانش حاجه واحده اخرى مليح هذا عموما يعني عموما الشكل العام لكيفاش انفاريانس يكونوا في المسائل و اصبر دركا مليح دركا نروحوا اكزاكتومون وكيفاش نستخدموا الانفاريانس مليح دركا انفاريانس يعني اذا بغينا نكونوا شويه محددين اذا مثلا طلب منا انه برهن انه حاله معينه نقدروا نلحقوا لها مثلا بديت انت خيرت عدد وابليكيت عليه خوارزميه معينه ومن بعد قال لك برهن انه العدد الناتج يكون فردي حاجه كيما هكا هنا موتيفيت مثلك موتيفيشن قوي انك تخمم في انك تلقى انفاريانت نفس الشيء بالنسبه لي إذا قالك في مسألة find all reachable states يسمى أوجد لي جميع الإمكانيات لوش تقدر توصل يعني نفس الشيء إذا مثلا قالك خيار عدد وأبليكي عليه خوارزمية معينة يقدر يسقسيك يقول لك وشي هم الأعداد اللي تقدر تلقاهم لي في الآخر وشي أوجد جميع الأعداد اللي حيبقاو لك اللي ممكن أنهم يبقاو لك في الآخر نفس الشيء هذا يمد لك موتيفيشن انك تخمم في invariants نفس الشيء بالنسبه هنا ما اصبر هذه نفسها يعني اذا قال لك مثلا هل ممكن انه العمليه هذه تنتهي تما مثلا قال لك يعني نفس نحكم نفس المثال قال لك خير عدد ابليكي عليه خوارزميه معينه انت مثلا تلاحظ العدد هذاك يمشي ويطلع هنا تشوف يسقسيك مثلا هل يمكن انه نوصلوا لحاله وين ما نقدروش نزيد تسمى وين نلحقوا العدد ثابت هكا ما تقدرش تزيد عليه ملاح زيد يعني هذو برك مجموعه من الامثله على وقتاش تقدر تخمم انك تستخدم invariant ملاح درك نروحوا الامثله يعني بسيطه جدا بعد نروحوا مجموعه من المسائل ونشوفوا كيفاش حتى نابليكيو انفاريانت باش نوصلوا للمطلوب نه دوكا نروحوا سم سيمبل اكزامبلز اباوت انفاريانس مثلا تشوز اني نمبر احكم اي عدد اضربه بعدد فردي مليح والعدد الناتج اطرح منه العدد اللي خيرته انت في الاول بروفي لي بلي ديما العدد اللي تتحصل عليه في الاخير يقبل القسمه على 2 مليح دركا هنا
شوف، اذا احنا ما دام عندنا اود نمبر، تسمى ضربنا في عدد فردي، الشفعيه ما تتبدلش، لانه العدد الفردي كي تضربه في عدد فردي يبقى لك عدد فردي، والعدد الزوجي اذا ضربته بعدد فردي يبقى لك عدد زوجي. يسمى انت كي تضرب عدد بعدد فردي الشفعيه ما هيش حتتبدل. مليح. دوك نمد، نصبر دقيقه. مثلا انت عندك خيرت ثلاثة، مليح، وضربته بعدد فردي نقولوا خمسة، ايا مليح، 16، اذا ضربته بعدد فردي واحد اخر مثلا سبعة، خرجت لك نتيجة، ما باليش 70 تخرج 70 105 والله. بعد العد 105 هذه ضربتها مثلا بثلاثة خرجت 315، مليح، وقال لك مثلا ابليكي لي العمليه هذه 20 خطره مثلا، هاي حتى تلقى مع باليش انا، وقال لك بروفي لي بلي العدد الاخير، ها هو العدد الاخير من نفس شفعيه العدد الاول. انت ما عندكش فكره على العدد الاخير هذا وش هو اكزاكتو، ما تقدرش تجبد الا المعلومة اللي تمدها لك الخوارزمية اللي قال لك ابليكيها، اللي هي احكم عدد وضربه بعدد فردي. هنا الانفاريانت تاعنا انه ديما كي نضربه بعدد فردي الشفعية ما تتبدلش، يسمى الشفعية تاع هذه او هذا عدد فردي، كي تضربه يبقى لك عدد فردي، يبقى لك عدد فردي، يبقى لك عدد فردي حتى توصل للدخل. مليح. زيد نروح مثال واحد اخر، مثلا احكم اي عدد. وي موسى ما ديرش الحس. اوكي. قلنا مثال واحد اخر، احكم اي عدد من بعد احسب المجموع تاع الارقام تاعو، ومن بعد طبق الخوارزميه هذه حتى تلحق العدد واحد، حتى تلحق الرقم واحد، يعني مثلا لحقت لستة ولا سبعة ولا، اثبت انه الفرق بين اخر عدد تلحق له واول عدد تلحق له يقبل القسمة على ثلاثة. هنا نفس الشيء، هنا ما نش حنطرقوا للحل المفصل ولا البرهان المفصل، لكن اخي احنا على بالنا بلي كي نجمعوا اعداد، كي نجمعوا اعداد ماشي الاعداد، الارقام، ارقام تاع عدد، اذا العدد هذا كيقبل القسمة على ثلاثة فإن مجموع أرقام يحتوي قبل القسمة على ثلاثة، رأي نفسها تطبق بالنسبة لباقي بواقي القسمة. إذا باقي قسمة عدد هو على ثلاثة هو واحد، فإن مجموع أرقام يحتوى باقي القسمة على ثلاثة واحد، نفس الشيء بالنسبة لباقي القسمة هو اثنين. يسمى هنا العدد، أول عدد تحكمه وآخر عدد تتوصل له، راهم يوافقوا بعضهم بترديد ثلاثة، حتى هذا invariant، لأنه أنت هنا كي تجمع كل خطرة تجمع الأرقام تاع العدد اللي تتحصل عليه، النتيجة هذيك ديما حتوافق لك نفس العدد بترديد ثلاثة. هذه حاجة ما تتبدلناش، كاين أبليكي بالخوارزمية اللي مدها لنا اسمها راي invariant. invariant هذا واش مدلي؟ هو مدلي مطلوب أنه الفرق بين أول عدد وآخر عدد يقبل القسمة على ثلاثة، و يعني إحنا ما اضطريناش إنه نخرجوا معلومات مفصلة على آخر عدد حنتحصلوا عليه، مثلا قادر تلقى واحد، قادر تلقى اثنين، قادر تلقى خمسة، قادر تلقى سبعة، ما يهمنيش أنا، يهم وش يهمني برك العلاقة بين وش مدلك اسمها في الألغوريتم، كيفاش تشوف الالغوريتم هذه، تشوف واش ما يتبدلش كي تابليكيها. هذا ما كان مليح. وكنشوفوا مثال اخر، مثلا ارسم دائره المركز تاعها او، من بعد خير نقطه بي تنتمي للدائره هذه، ومن بعد ارسم دائره واحده اخرى مركز تاعها بي وتشمل نقطه او. هنا اثبت لي بلي الراديوس جامي نفس الشيء، هذه راهي حتى invariant. هنا radius، the radius is invariant،
وعلاش؟ لانه انت كي تحكم هاي كي ذوك نفس مع خير صور دقيقه معليش هاي او هاي بي لا وكان رسمت دائره واحد اخرى هاي تشبه بي لا هاي هذه نفس الريديوس كي تكليكيها قداش الخطره تبقى لك ريديوس يبقى نفسه تسمى امبوسيبل يتبدل مليح ويعني باش ما نطولوش نفوتوا الجزء هذا دون اكزامبلز هذو يكفيو نروحوا لكيفاش نابليكيو الانفارينت في الحياه الواقعيه اوكي تسمى اذا مدلك مثلا بروبلم هكا سيريو وقال لك اجبد لي مع باليش انا كشخص يا كيفاش نقدروا نستخدموا انفارينت فيه نه روحوا ديريكت للبروبلمز شويه دقيقه هذه نحيها مليح دونك اول بروبلم نشوفوه يعني نظن بزاف منكم يعرفوه اغلبيه منكم يعرفوه لكن يعني مثال جيد كبدايه مليح دركا عندك اليس ان بوب بلاي ا جيم اليس ستارتس فيرست باي تشوزين 1 2 اور 3 Then Bob adds to the number Alice chose, either 1, 2, or 3. The winner is the one who chooses 2023 first, assuming perfect play. Who has the winning strategy? هنا عندك لاعبان Alice و Bob. Alice و Bob بيلعبوا لعبة. Alice تخير. يعني للزوج يخيروا يمنى واحد، يمنى اثنين، يمنى ثلاثة. Alice هي اللي تبدأ الأولى. كي تبدا اليس مثلا قال خيرت ثلاثه بوب يخير يا من واحد يا من اثنين يا من ثلاثه مثلا يخير زوج الزوج هذه كيزيدها الثلاثه اللي خيرتها اليس مثلا هاي اليس خيرت قلنا ثلاثه بوب خير زوج يسمى دركا عندنا خمسه مليح ومن بعد اليس تخير مثلا واحد الواحد هذيك تزيدها الخمسه يسمى عندها سته وبوب مثلا نقولوا خير ثلاثة ستة هذيك يزيدها ثلاثة تسمى بوب دركا عنده تسعة وهكا حتى نشوفوا شكون اللي يلحق 2023 الاول مليح دركا شوفوا وين راهو اللاعب اللي عنده الاستراتيجية الرابحة يسمى مهما الطرف الاخر لعب اللاعب الرابح هذاك ديما عنده ديما عنده خطوات يديرها ديما عنده امور يديرها تخليه ديما يربح دركا هذه حاولوا فيها كش 5 دقائق ولا حتى ل 35 من بعد ان شاء الله نبداو في الحل تاعها هاي نخلي المسألة هنا نقدر نجاوب نصرو لا ما تقدرش وش بيك
عبد الإله راك صحيح. دي زد امين راك غلط. راك صحيح جون سميث. امين شوفي اذا راك تخدم مود 3 ولا مود 4. الفين وثلاثة وعشرين ماشي زيرو مود 4 حميدي مختار. نقدروا نبدلوها شاعر. تايوان بي أراك صحيح صح شرح أكثر شغل صح كيما قلتي. نجمي راك غلط ما مضطروه ميساج. صح انا راني صحيح سعيد. بون كاين اللي حلوها كاين اللي قربوا تبان لي. نصرو وين راه؟ نعم سيبو نومو تقدر تبدا في السولوشن بس كاين هيا ما عديش. هيا مليح صحيح صحيح امينك صحيح. نعم دوكا نبداو دوكا جماعة. اول حاجة المسألة هذه مسألة تاع جيم مدلك جيم قال لك شكون اللي عنده الاستراتيجية الفائزة. فهذا النوع تاع المسائل انت لازم تبدا وحدك تلعب في المسألة باش يكون عندك فهم جيد لها. هذه حاجة كيما نقولوا ايسونسيال. ما كانش ما ظنيتش تقدر تحل مسألة تاع جيمز بلا ما تسيف الجيم هذيك. بو مركا واش قال لك اللي يلحق 2023 الاول هو الرابح. اول حاجه 2023 عدد كبير عدد غير عملي ما عندي ما ندير به. دوكا واش ندير نشوف عدد يعاونني باش نقدر كيما نقولون نلعب في المسألة هذه ونشوف تما نشوف اش كاين فيها. نخير عدد صغير تما انا ديما في الجيمز نبدا بالقيم الصغار. ديما نبدا نلعب بالقيم الصغار ونشوف واش يمدوا لي مليح. دوكا القيم هذو يعني ما تخيروهمش صغار صغار صغار. مثلا قال واحد يخير لي الحق الربعة الاول هذه ما تصلحش لانه ما هيش حتمد لك معلومه هكا من الاخر.
وما تخيرش عدد كبير، ماشي مثلاً قال 20 ولا، لأنه أنت عندك عامل الوقت، خيروا عدد ملائم مو صغير مو كبير. وبالنسبة لي هذيك شغل كيما واحد بغى يشوف حاجة ما يقرب لهاش طول حتى يولي ما يشوف والو، وما يبعدش طول باش ما يشوفش الحاجة هذيك نقطة. نفس الشيء بالنسبة لنا مثلا، أنا نخير عدد هكا قال مثلا 10، عشرة جاتني مليح، قال مثلا 10، ها هي مثلا عندك أليس نديلها أ، بوب نديلها بي، ها عندك أليس بوب حتى اللي يحق العشرة. مثلا نقول أليس مثلا تبدأ بواحد، واحد بوب دركا عندك 4، عندك 4 مليح. بعدا مثلا أليس تخير زوج مليح، بعدا بوب مثلا يخير واحد، مثلا واحد اني دركا نلعب برك، ما تخافوش مع مانيش حنطول نروحو لا سوليسيون. يسمى هنا مثلا 3 مليح، دركا ولات عندنا واحد زي، ولات عندنا 7 مليح. كأليس تقدر تروح لعشرة مليح، أليس تقدر تروح 10 تزيد برك 3. المهم انتم جماعة تلعبوا، كي تلعبوا تلعبوا واحد قادر يلاحظ حاجة، هو انه مثلا أليس اذا بدات هاي انت دركا كي تلعب ديما حط فرض مثلا أليس بالك تربح، وسي تجبد سي تدبر الأليس استراتيجية تاع فوز تربحها مليح. اذا ما قدرتش شوف اكزاكتومون علاش ما تقدرش، سي تلقى السبه وعلاش أليس ما تقدرش في حاله أليس ما هيش الرابحه. نفس الشيء بالنسبه لبوب، انت ديما كي تسي تلعب لعب من طرفين، ما تحكمش غير طرف واحد هكا وتلعب غير معاه. مثلا كي تحكم انت أليس شوف واش تقدر دير باش ما تخليش بوب يلحق العشرة. مثلا قال مثلا انت خيرت واحد مليح، انت كي تلعب تلاحظ انت حاجه مهمه. مثلا بوب هذا، بوب هذا مثلا لعب لك زوج مليح، لعب لك زوج، انت تقدر تلعب له زوج دوك تشوفوا علاش. مثلا زاد خير لك واحد مثلا، هاي واحد مليح، انت تقدر تخير له 3 مليح. هنا انت كي تلعب بأليس تلاحظ حاجه، انه ديما اذا لعب لك بوب عدد تقدر تلعب له عدد بحيث المجموع يكون ديما 4. هاي مثلا بوب دقيقه اسيدي بوب تلعب لك زوج، تلعب له بزوج ها المجموع 4 مليح، ها بوب تلعب لك واحد تلعب له 3 مجموع 4 مليح. وهذه الملاحظه تجي كي تلعب في المساله، يعني انت كما قلت لكم قبلت لعبت في بلاصه أليس سييت تدبر واش حاجه باش ما تخليش بوب يربح، لحقت للملاحظه هذه اي مليح. هذه انت درك راك سبوتيت انفاريد، انفاريد انه ديما تقدر تخلي المجموع يكون 4 مليح. تسمى الالغوريتم اللي مديتها لأليس تمدلك انفاريانت، اللي هو المجموع في كل جولة يساوي 4 مليح. يسمى انتظر كي تبدأ بأليس، انتظر كي تبدأ بأليس، هاي أليس قال تبدأ بواحد مليح. انت على بال اصبر دقيقة، انت تقدر ديما تزيد 4 مليح. تسمى من واحد تروح للخمسة، وهذا هو العدد كي شغل اللي وصلت له انت مليح. الخمسة هذيك تزيد لها 4 مليح، هاي تساوي 9. بصح ما بغيتش 9، انا بغيت 10، بغيت نلحق العشرة
ملاح انت واش دير؟ تخير زوج ملاح، تخير زوج تزيد لها أربعة تلحق لستة، تزيد لها أربعة تلحق لعشرة واكر بحت ملاح. درك بصحنا العدد اللي قالونا ما هوش عشرة، قالك 2023، هنا في الحقيقة ما يهمش، شوف برك 2023 وش يوافق لك بترديد ربعة هذا المكان. ها هي 2023 يوافق لك ثلاثة ملاح، يسمى دقيقة واحد ايه اها ايه ثلاثة. ليش مش تقدر تقدر ثلاثة؟ خطرة تقدر ديما تزيد العدد اللي لحقات له من قبل تزيدوا باربعة، هذا هو الانفارينت الانفارينت تاعنا ملاح. ثم في الجولة اللي بعدها تقدر تزيد باربعة ملاح، بعدها تزيد باربعة ملاح، حتى الاخر توصل. وما دام 2023 عدد منتهي والمتتالية هذه اللي رانا نديرو فيها رانا كل خطرة نزيدو ربعة متزايدة تماما، معنتها اللعبة حتما حتنتهي وتنتهي بفوز آليس. اسم هنا مهما دار بوب آليس تقدر تدير تخدم بالغوريتم، الالغوريتم هذيك مدت لك انفارينت، انفارينت هذا انه ديما يعني بكل بساطة هذا هو الحل. الحل هنا انك تمد الاليس الالغوريتم، الالغوريتم هذيك تخرج لك انفارينت، الانفارينت هذاك يستلزم لك انه اليس تقدر ديما تلحق ل 2023 ملاح. دوكا روحوا للمسألة الثانية، يعني المسألة الاولى كانت غير تحمية فقط، يعني كيما نقولوا مدخل كيفاش حتى تلقى انفارينت في مسألة. درك نروحوا المساله هذه حتى هي على بالي بزاف منكم يعرفوها. قالك suppose the positive integer n is odd first. مع باليش هذه مع بالي first. قول مثلا اوس ليه write the numbers 1 2 until 2n on the blackboard. Then he picks any two numbers, A, B, erases them, and writes instead A minus B, prove that an odd number will remain at the end. مليح. دوكا وش قال لك؟ قال لك عندك مجموعة تاع أعداد، مثلا هاي مجموعة تاع أعداد واحد من اثنين حتى الاثنين. قول مثلا في بلاصة ان حط خمسة. دي كاينة في السيت، كاينة في السيت قالوا برك بلي ان يساوي 25 على على بان على بان وين على بان على بان صحيت اوكي ما عليش بون. شكون ايه مثلا في بلاصة ان حط مثلا خمسة. اسمع عندك مجموعة الاعداد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة حتى العشرة ملاح. انت واش تحكم خير زوج اعداد عند مثلا خير خمسة وزوج، امسحهم امسحهم وحط في بلاصتهم الفرق تاعهم بالقيمة المطلقة، الفرق تاعهم خمسة ناقص اثنين ثلاثة ملاح. ما تحطش زوج ثلاثة، تحط ثلاثة وحدة برك، برهن انه كي تابليكي العملية هذه العدد الاخير اللي حيبقى لك ديما حيكون فردي. لا دوكا نفس الشيء نخليكم كشما سعيد هذه خمس دقائق ولا عشر دقائق ولا كيفاش نخليهم دقائق. عشر خمسة ايا معليش ما كاش مشكل اسكو سينو عن بالك انت مور ما دير انت واش غادي تزيد مور هذه زيد تاع الدومينو اصبر هذه زيد تاع اوكي
لا لا، ما انا شحال نحرقو زوج زوج ديريكت. هي 3 بروبليم فرات، نظن 10 دقائق عادي يعني، لانه ما بغيتش يزربوا في الحل، ولا لانه كاين الخطوه هذيك تاع تلعب في المساله، بغيت تسمى يشوفوا الافكار اللي يقدروا يديوهم كي يلعبوا في كش مساله ولا تسمى هاي. خلاص ما عليش يا شباب، هاي يا جماعه عندكم 10 دقائق مالو من حتى ال 55 سيو في المسألة، ومن بعد نبداو في الحل تاعها.
مشروع تهضر دير امي نحي افتح المايك اذا تهضر اصبر كان محلول لا لا كان مغلوق هيا خلاص جماعة نظن نبداو بون مليح قلنا مد قال لك مليح دوكا تسمى ماش ما كلاه نديرو التفكير بالمسألة دوكا كيما قلنا قبل المسألة هذه مد لك الغوريتم محددة وقال لك طبق لي الغوريتم هذه وشوف لي واش حيخرج في الاخر هذا موتيفيشن انك تفكر بانفاريانت مليح تسمع هنا دركا مادام رام انفارينت في راسك تسيي تحوس على الانفارينت هذا اصبر وير از ذا انفارينت الانفارينت هذا كيفاش تجبدو تشوف الغوريتم اللي مدها لك مليح واش قال لك قال لك احكم زوج اعداد مليح قالك احكم زوج اعداد A و B مليح replace them with اصبر مثلا قول باش ما قول مثلا A اكبر تماما من B اكبر تماما من B عوضهم ب A ناقص B مليح واش قالك كي تابليكي العمليه هذه قداش مخطره بروفي لي في الاخر بلي حتلقى عدد فردي هاي odd number مليح مادام احنا المطلوب تاعنا متعلق بشفعية عدد قال لك برهني بلي العدد الاخير يكون فردي ماذا بينا نشوفو invariant تسمى invariant قادر يكون متعلق بشفعية حتى هو مليح كنشوفو تشوفو invariant هذا كيفاش تسمى كيفاش حنجبدوه وحنا على عندنا فكره انه قادر يكون متعلق بالشفعيه تاع الاعداد اللي عندنا مليح دوكا كيفاش حنبدا اول حاجه واش قال لك احكم عدد ا و ب وعوضو ب ا ناقص ب مليح عوضهم للزوج ب ا ناقص ب مليح دوكا نشوفو طراش العمليه هذه كيفاش تقدر تبدل لنا الشفعيه تاع الاعداد اللي عندنا مليح او خاصيه يعني برك اصبر دقيقه مليح دوكا واش نديرو باش كيما نقولوا ندرسوا الشفعيه نشوفوا الفرق مليح مادام رانا ندرسوا في الشفعيه نشوفوا الفرق دوكا عندك ا و ب والزوج تعوضهم ب ا ناقص ب مليح يسمى انت واش درت حكمت القيمه ا وحكمت القيمه ب وعوضتهم للزوج ب ا ناقص ب مليح تسمع حنشوفوا الفرق هذا A زائد B ناقص A ناقص B مليح الفرق هذا وش يساوي الفرق هذا يساوي دقيقة سمحوا لي جماعة برك مليح قلنا الفرق هذا يساوي 2B اصبر A و A ناقص A B ناقص ناقص B يسمى الفرق هذا يساوي 2 بي هيا مليح الفرق هذا خرج لنا في الاخر اصبر
دونك نعم نكتبها ا زائد بي ناقص هذا ايفن. واش معناتها بعباره اخرى كي نابليكيو الالغوريتم تاعنا ديما نقصو بعدد زوجي مليح. ها اصبر تشوف when we replace a and b by a minus b we reduce an even number. No. مليح. بالنسبة لنا مادام المطلوب متعلق بشفعية ورانا ديما نقصو بعدد زوجي هذا ديريكت تسمى نتاع دركا عندك فكرة بلي هذا هو invariant اللي تحتاجو. مليح. دركا نشوفو كيفاش حنابليكيو invariant هذا باش نحلو المسألة تاعنا. حنا نصبر دوكا نتا دركا واش قالك؟ قالك هاو عندك تا مجموعة أعداد هاهو هكا مشيت 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 العكس لحقت العدد فردي مليح وانت راك ديما تنقص ها ناقص عدد زوجي مليح ها ديما تنقص بعدد زوجي ناقص عدد زوجي ناقص عدد زوجي مليح مادام هذا عدد فردي لازم تشوف الشفعية تاع الأعد مجموع الأعداد اللي بديت بهم مليح هيا خلاص مليح دركا نصبر دركا we calculate the sum 1 plus 2 plus 2n مليح n is odd هذا يساوي يعني بكل بساطة 2n ف2n زائد 1 على 2 هاي 2 تروح مع 2 تبقى لك n اللي هو عدد فردي 2n زائد 1 اللي هو عدد فردي odd number يسمى الناتج حيكون عدد فردي وش معناتها انطلقت هاي انطلقت من مجموع اعداد فرديه مليح ديما تنقص ماينس ايفن اي ماينس ايفن مادام عندك الانفارينت هذا تاع راك ديما تنقص بعدد زوجي حتما في الاخر كل ما تطبق الخطوه هذه تاع انك تنقص بايفن الشفعية ما تتبدلش هاي كي تنقص من المجموع ايفن يبقى لك اود هاي اود من بعدها اود هاي من بعدها اود ومادام انت تنحي زوج اعداد وتحط في بلاصتهم عدد واحد فان حتما العملية منتهية ومنتهية بعدد واحد هاي منتهية حتى تلحق العدد فردي وهو المطلوب مليح دركا لازم نعاود يعني الشرح تاع البروف هذا يعني كيما نقولوا ككتله متصله دركا اول حاجه واش حندير شوف اول حاجه عندك مجموع تاع الاعداد من واحد اثنين حتى الاثنين ان هو عدد فردي مليح والخوارزميه اللي مدها لك تستلزم لك انك راك ديما تنقص من المجموع اللي عندك 2 بي اللي هو عدد زوجي مليح لانك راك تعوض ا و بي ب ا ناقص بي و ا زائد بي ناقص ا ناقص بي تساوي 2 بي مليح يسمى كل ما تطبق الخطوه هذه راك تنقص عدد زوجي مليح دركا مادام راك ديما تنقص من عدد فردي عدد زوجي والعمليه منتهيه لازم في الاخير نتحصلوا على عدد فردي هذا هو الحل تاع المساله تاعنا دوكا نروحو لاخر مساله عندنا نصرت بلي ندير مونوفارينت من بعد المساله هذه
المسألة تاع الشورت ليست خلوهم الفاينل بوس. اوكي معليش ما كانش مشكل مليح. درك اما انا نخليكم مع سعيد في مونو فارينس. ايا خلاص من ريكلو. ايا خلاص سعيد. ايا كيفاش نقولوا طابيله لك ولا وش هي؟ ما باليش. بو السلام عليكم. هيا بو هاي واضحة صبورة. اوكي سو مونو فاريانت هما كيما الفاريانت بصح شنو هو الفرق؟ كي دير خوارزمية معينة تكون عندك حاجة تتغير بطريقة واحدة قادر تزيد دائما تزيد ولا دائما تنقص ولا تزيد بمقدار ثابت ولا قادر في حالات اخرى كيما تكون شخص كيتكون خارج كومبو تكون في جيو باغ اكزومبل باسكو هما الفارينت مونو فارينت في حق التطبيقات تاعهم شغل واسع بزاف شغل برانسيب واسع بزاف بصح غالبا والامثله اللي حندوهم احنا راح يكونوا بهذه الطريقه كيما تلقاهم في الكومبيناتور. بو ليدي تاعهم كيما قلت كيما الفاريانت بصح شنو تكون عندك تغير بطريقه معينه ودائما يبقى هذا التغير. ندوزو ديريكت لي زيكزومبل. واش قال لك؟ قال لك الأرقام من واحد حتى المية مكتوبين. قال لك في كل خطوة نخيروا زوج أرقام منا زوج أرقام منهم واحد زوج نمحوهم ونكتبوا في بلاصتهم أ زايد بي ناقص واحد. اوكي معناتها نمحو هذو العددين نكتبو بلاصتهم أ زايد بي ناقص واحد. قال لك بعد 99 خطوة معناتها بعد 99 خطوة راح يبقى لنا رقم واحد باسكو في كل خطوة رانا نحو زوج أرقام ونكتبو بلاصتهم رقم معناتها في كل خطوة رانا نقصو رقم بعد 99 خطوة راح يبقى لنا رقم واحد. قال لك هذا الرقم اللي راح يبقى وشنو؟ صح نقدر نقول الإجابة؟ لا لا اوكي صح. الجماعة الأخرى قولوا لي الإجابة نخليكم تخموا فيها شوية إذا حبيتوا نسيو حالة واحدة أخرى. أصبر نسيو حاجة أخرى. واحد زوج ثلاثة واحد زوج ثلاثة نقدر ندي منا واحد وزوج ونكتف بلاستهم واحد زائد اثنين ناقص واحد اللي هي اثنين تبقى لك اثنين ثلاثة نزيد نخير هذا الزوج اثنين زائد ثلاثة خمسة ناقص واحد اللي هي أربعة. وكالو كان مثلا نخير الواحد وثلاثة نلقاو باللي تبقى لنا اثنين وواحد زائد ثلاثة ناقص واحد اللي هي ثلاثة نزيد نخير زوج ثلاثة تبقى لنا أربعة. معناتها في حال في حالتين لقينا أربعة جينا باللي الرقم اللي حلقاوه دايما نفسه سيون نلقاوه. بو 406 من 300 ديال ما رانيش حاسب بالرقم في الحقيقه بصح شكون عرف ليدي كيان لقيت 406 انت؟ لا اوكي صح. نخليكم شويه ما مانا نحسبوا ونشوفوا واش غادي يخرج.
بون شوفوا معايا نفس الفكره اللي كنا نديروها هذاوي. هذو الاعداد اللي مكتوبين في السبوره السم تاعهم هاوليك حتى المية. في كل مره نخيروا عددان نمحوهم ونكتبوا في بلاصتهم أ زائد ب ناقص واحد. معناتها كي نمحوهم رانا نقصناهم، نقصنا أ زائد ب. كي كتبنا في بلاصتهم أ زائد ب ناقص واحد نكتبوا أ زائد ب ناقص واحد، يعني تولي لك الصم تاعهم اللي كان، يعني نقول إذا كان أس أن زائد واحد يساوي أس أن ناقص واحد، لأنه أ زائد ب تروح مع أ زائد ب، هذه تروح مع هذه. يعني في كل مرة نطبقوا هذه الخوارزمية راح ينقص المجموع اللي مكتوب في السبورة بواحد. أوكي ومنه كي نطبقوا العملية شحال من مرة 99 مرة هذا السام راح ينقص 99 بس كل مرة نطبقوها ينقص واحد اللي هي تساوي 5000. بو من 1 إلى 100 تقدر تطبقوا هذاك 100 × 101 × 2 اللي هي 5050 ناقص 99 اللي هي 4051. معناتها دائما يبقى لكم 4051 4950 وي. صح هذه الحاجة أذكركم متفقين في عليها كامل معايا، ولا كاين واحد ما فهمش؟ اللي فدي الدو باش يهضر يقدر يهضر، وإذا ما كنش نهضر. صح هذا مسألة شابة، هنشرح المسألة. ايش قال لك؟ قال لك عندك شيكولا هاي، مهم زعم الشيكولا هي ام فيها ام سطر وان عمود، ان عمود وام سطر. اوكي وش قال لك؟ قال لك في كل مرة شغل نبقاو نكسروا فيها، مثلا نكسروها هنا وبعدها نقدر نزيد نكسروها هنا. قال لك نبقاو نكسروا حتى في النهايه يبقاو لك كامل مربعات تاع واحد في واحد. قال لك شنو هم المينيمو تاع التكسيرات اللي نقدروا نديروهم؟ راح نديروا مثال. اوكي شوفوا المثال. مثلا عندك هذه تاع فيها 3 و2، نقدروا نكسروا هنا من بعد نكسروا هنا من بعد نكسروا هنا من بعد نكسروا هنا من بعد نكسروا هنا. كسرنا شحال مره؟ 1 2 3 4 5، كسرنا 5 مرات. اسك كنا قادرين نكسره بطريقة واحدة أخرى، مثلا موسى المايك تاعك هو يدير الضجيج. يا موسى قال لك المايك ديالك يدير الضجيج. جماعة
قول لي برك أسك فهمتوا المسألة؟ نقول لك عفسة والراح إيك نتلاقى في ستاج ما نتلاقى وش إيك حاتر قد معايا في ستاج أنا أتعلى جماعة المسألة واضحة؟ يس بون قيتها وقيل جماعة قولوا لي برك اسك شكون هو شي واضح عليه المسألة عندنا شي كولا بقاو نكسرو فيها بأي طريقة حبيت حتى في النهاية تكسرهم كامل واحد في واحد شغل كاع ترجعهم مربعات واحد في واحد قال لك لقى المينيمو تاع التكسيرات اللي ممكن ديرها اوكي اي صح سي وقوا خسارة أنا حليتها قبل 5 شهور سما شغل فكرة ما جتنيش معقدة باش نلحق لها كيما نختار الدولة مي مسألة باهية مليح شكون لقاها ثانيت انا درت هادوكا ما جامي سمعت بالمساله بصح الحل ديالها واضح ايه صحيت نو عم بالي بلي صحيح اوكي حقا سيد روح سيد صحيت لي كيما كملت الاساسيات قلت لي نروح نقرا توفيقات سينو ما نكونش مليح هكا تمزيه ثانكس اي دوكا اكتب لنا الحل كاين في الشات اوكي ايه صحيح
عجبني هذه المسألة. نايس. سو كيما قال كاين في الشات يا جماعة، كي يكون عندك عدد من القطع تاع الشيكولا ما يهمناش شحال راك قاسمهم لشحال، في كل مرة راك تقسم الشيكولا راك تزيد، راك تشد قطعة وتقسمها على زوج، قصدي في كل مرة تقسم الشيكولا راح تزيد عدد القطع بواحد، مهما كان واش خيرت راح تزيدو بواحد. اسك هذه متفق عليها؟ مثلا هنا شوفوا كي نقسمها هكا، كانت عندي بيس واحدة ولو عندي زوج كي نزيد نقسم هكا، ولو عندي ثلاثة كي نزيد نقسم هكا، ولو عندي ربعة كي نزيد نقسم هكا، ولو عندي خمسة، يعني في كل مرة راني نقسم راني نزيد قطعة واحدة، ما انت ميهمنش وين قسمت ولا مهما كان واش خيرت، في النهاية راني كل ما نقسم راني نزيد قطعة واحدة. يعني عندنا عدد القطع هو عندنا في الأول عندنا قطعة واحدة، احنا حابين نرجعوهم ام في ان قطعة، لانه ام في ان لانه حابين نقسمهم على ام في ان قطعة، معناتها في كل مرة في كل خطوة نزيدوا بواحد، معناتها الواحد لازم نزيدوا له شحال، لازم نزيدوا له باش نوصلوا ام ام في ان، نزيدوا له ام في ان ناقص واحد الخطوة باش نوصلوا ام في ان. اسك هذه واضحة؟ اللي ماشي واضحة يقول لي في الشات ولا يفتح المايك عادي. ايوه كما قلت لكم المبدا الاساسي انه كل ما تقسم مهما كان خيرت وين قسمت، انت كي راك تقسم راك تزيد بواحد برك، راك كانوا عدد معين من القطع راك زدت لهم قطعه واحده شديتها فيهم وقسمتها على زوج. السلام عليكم. هذه هي اللي عنده سؤال ولا يقول باش نجوزوا للمساله اللي موراها. باي ذا واي تقدر هذه كنت تاع تي او تي بيويت هذيك شابة، تقدر زعما تبدلها شويه ودير لنا تي او تي بيويت تطبيق مليح نتاع راح ندير لك شورت ليست، عندي مساله اخرى شورت ليست. نايس فيري كول. حقا سعيد نقدر نبدا نحل سي ان سي دو نتاع شورت ليست؟ لا على فور فان. لا جماعة اللي ما عندوش سؤال إذا ما عندكوش أسئلة نجوزو. نبدأ تشوفوا هذه المسألة. قال لك كاين واحد المجلس، ولا نقول لك كاين واحد مجموعة من الأشخاص، هام ليك أشخاص، قال لك في هذه المجموعة من الأشخاص كل واحد فيهم عنده على الأكثر 3 أعداء، والعداوة مشتركة أكيد، يعني إذا أنت عدوي أنا عدوك، يعني إذا كان هذا عدو هذا معناتها هذا ثاني عدو هذا، يعني عدو مشترك مفيد. قال لك كل انسان في هذا عنده على الاكثر 3 اعداء بيناتهم، معناتها ماكش واحد عنده يعادي 4، مستحيل تلقى واحد معادي 4، اذا كان معادي بزاف يكون معادي 3. اوكي قال لك اثبت انه تقدر تقسمهم للمجموعتين بحيث يكون في كل يكون ماكش زوج في ماكش واحد في المجموعة عنده عدوين، معناتها في كل مجموعة كل واحد عنده على الأكثر عدو واحد. واضحة؟
يعني هذا تقسمهم لدو جروب، الجروب أ والجروب اثنين. فهذا الجروب مستحيل تلقى واحد في شوف قال لك في هذا الجروب عدد الأشخاص ما على بالك شحال نديره آني يا أخويا ما يهمش، هذا هو عدد الأشخاص. شوف ماكش زوج ماكش واحد فيش، لا ماكش واحد في جروب عنده أكثر معادو في نفس الجروب، معناتها هذا إذا كان في هذا الجروب مستحيل يكون عنده أكثر شخص واحد معادي في هذا الجروب، يعني على الأكثر عنده عدو واحد في هذا الجروب، أعداءه الآخرين هم الله، يعني أعداءه الآخرين هم الله، معناتها ماكش واحد عنده أكثر من عدو في نفس الجروب، فهمتوا؟ نويس فهمت ولا لا عبد الإله؟ فهمت حقا. عندي question related to monovariance. كون زمان تبتو باللي قيمة تقدر تزيد ولا تنقص غير بواحد، وهي تبدأ من قيمة وتخلص في قيمة خلاف، نقدر نستعمل زمان هاد information to prove باللي تجوز على قيمة بين هادوك القيمتان؟ ايه انت عندك تبدا منا وتوصل له. Is this monovariance or no؟ شوف هو مبدا انت اذا ثبت انت باش تثبت الزياده في كل خطوه هذه هي المونوفاريانت. اوكي. لا زعما في كون زعما نقولوا كاينه قيمه تبدا قل من 10 ومن بعد خلاص اكثر من 10، وهي تزيد ولا تنقص ماكسيموم تزيد ولا تنقص غير بواحد، صدق تجوز على 10. اسكو هذه مونوفاريانت؟ لا ماشي مونوفاريانت. ما طبقتش المبدا تاع راك دير حاجات و في كل مره فهمت تزيد ولا تنقص. انت شغل تستخدم انه جاز شغل باش كيف نسموها بصح جازت على هذيك بلاصه حتما تستخدم انه العدد الطبيعيه الترتيب تاعها هكا. المهم لا ماشي مونوفاريانت. Can I say the solution؟ لا اصبر شوية يسيو جماعة سيو. اوكي sad noises. امين شكت شخصي. قال لك اسكو العداوة مشتركة؟ يعني ايه قلنا العداوة مشتركة، انت اذا هذا عدو هذا حتى هذا عدو هذا. كش واحد حلها كاين نتاك حلها. اوكي نزيد نستناو. It's pretty obvious like even في الرسمة ديالك مديت هينت like it's pretty similar to what we're going to do. I don't know if you did it intentionally. زكريا قال ثلاثة، وش قصدك ثلاثة؟ اوكي سي تأكد انه صحيح. اوكي معلش سبورتر. شخصيت
قال لك اسك لازم واحد عنده قال لا لا قادر واحد ما عنده عدو قادر قاع اصحاب مهم ما عندوش اكثر من عدو حقا الشورت ليست اللي راح سميته هنا سي 1 ولا سي 2 سي اه اصبر نودول كذا حبيت سي اوكي راني كاتب بالعام سي ان 2019 2009 هاوليك 2009 انت 2019 شونس حليتو ديجا كاين غادو كنشوف وري راني داير في سكرين اوكي اي ويل تراي تو سولف ات رايت ناو امين راك صحيح سي برك دقيقة ايوا سي 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 عرفت كيف تستخدم المبدأ مونوفرينز باش تكتب برهان تدي عليه 7/7 اه great problem nice I will I really like the concept. I'll try to solve it. Okay. سيبو اكتب المسألة بعد عليها. Yes. So. زعما شحال زعما لازم نشد فيها باش نحلها. تقدر تشد لك حتى زوج سوايع نورمال نو اي دونت اكسبت ذات لايك شحال من يونيتس نتاع 10 دقائق ماكسيموم 4 يونيتس اي دونت اكسبت مور ذان 4 يونيتس اذا ماكش حاب تشوف الحل نمد لك هنت من بعد اوكي اسكو انا في الحصه ما غاديش نمد لك ساعه باش تسيي فيها بحال نمد لك برك 15 اف اي سولف ات في نص ساعه If I solve it for once, I can share the soul. Oui. Okay, I'll take it as a challenge. Okay, go. بو تبان لي نبداو شوفوا يا جماعه عندك هذا الاشخاص هم هنا اشخاص شوف هذو الان شخص نقسموهم عشوائيا لدو جروب ما يهموناش مهموناش كيف قسمنا اوليا دوك غادي نبداو ندير واحد الخوارزميه باش نخرجوا في النهايه وش مع واش انا حابين شوف نديرو اكس يساوي عدد العداوات في كل ماشي عدد العداوات قصدي شحال كاين مع علاقه عداوه في نفس الهاوس مثلا هذا زوج عندهم علاقة عداوة نحسبوها لو كان هذا عنده زوج علاقة عداوة نحسبه زوج مهم قد ما كاين علاقات العداوة هنا نحسبوهم وقد ما كاين علاقات العداوة هنا نحسبوهم تقول شي تدير جراف في التو هاوسز من بعد تحسب مجموعة ديجريز كي تكون رابطة انت عداوة ايوه يب شوفوا معايا المهم كل ما لقاو علاقة عداوة في 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 منزل نحسبوهم نحسبو كامل علاقة العداوات في المنزلين هو إكس نديرو هو إكس أوكي واضح شنو إكس
هذا هو إكس. وكوش يدير أكيد إكس أكبر من الصفر، لأنه قصدي أكبر أو يساوي الصفر، بس مستحيل يكون علاقة العداوات سالب. أوكي هادو متفقين عليهم. وكوش نديرو هنا؟ إذا لقينا بنادم عنده زوج علاقات عداوة في منزل ما، مثلا هاوليك في جروب أ، هذا الجروب الأول هذا الجروب الثاني، إذا كان هذا السيد، هذا السيد عنده زوج علاقات عداوة هنا، معناتها في هذا المنزل الدوزيام مستحيل يكون عنده أكثر من علاقة عداوة واحدة، لأنه قلنا عنده على الأكثر 3 أعداء، معناتها إذا كان ولا عنده زوج أعداء هنا عنده عدو واحد برك. أوكي 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 يس. كي ندو هذا البنادم اللي عنده زوج أعداء ندوه له، نحطه هنا، راح نقصوا هذه الزوج علاقة عداوات، هذه وهذه تروح، وهنا تتكري لنا وحدة ولا ما تتكريش كامل، قصدي إما يولي عنده عدو واحد إما يكون ما عنده حتى عدو، يعني رانا إكس رانا نقصوا فيها. كي طبقنا هذه الحاجة إكس نقص. أوكي أوكي يس صح. هذه الحاجة نبقاو نطبقوا فيها كل ما نلقاو واحد عنده أكثر من عدو هنا، معناتها إذا عنده عدوان هنا مثلا نطبقوا عليه هذه، ندوه للجروب الدوزيام، حتى في النهاية إكس حتى في النهاية ما نلقاو حتى واحد، ما نلقاو حتى واحد عنده، ما نلقاو حتى واحد عنده زوج علاقة عدوه في نفس الأخر، وإذا لقينا عنده نقصه منه، نعود نرجعه منه. فكا باش نثبتوا باللي هذه الحاجة نقدروا نطبقوها عدد منتهي من المرات، بس لو كان نقدر لو كان نبقى كل نطبقوها عدد لا منتهي من المرات ما درنا والو، باش نثبتوا باللي نطبقوها عدد منتهي من المرات، عندنا باللي إكس محدود بالصفر، وعندنا إكس باللي هو ينقص، معناتها كل ما طبقناها هو ينقص بواحد ولا باثنين، معناتها مستحيل تبقوها عاد لا نهائي مرات، وإلا راح نتجاوز الصفر، نهبط تحت الصفر. وهذه هي أسك واضحة؟ يس. الأخرين يس الجماعة الأخرين قالت لك يس، تقدر تشرح وش صرا كي يكون يدخل واحد من جروب 1 لجروب 2 ويولي عنده زوج انيميزم بعدا؟ شوف لا ما يقدرش، بس ما يقدرش. دقيقه خليني نهضر معاه. امين احنا قلنا نموفو انسان فقط اذا كان عنده زوج علاقات عداوه، معناتها اذا كان في جروب هذا عنده زوج علاقات عداوه لنموفوه، وكين موفوه قلنا بلي على الأكثر عنده 3 أعداء، معناتها في الجروب الدوزيام مستحيل يكون عنده عدوان، لازم يكون عنده إما عدو إما ما يكونش عنده، فهمت؟ بس قلنا بلي عنده على الأكثر 3 أعداء، وعملنا بلي زوجهم في الجروب هذا، معناتها في الجروب الآخر شحال عنده من عدو؟ كمعايا؟ واحد عنده واحد أو أقل. أو أقل، معناتها علاقة العداوات هي تنقص. يسمى إكس أو ينقص، بس كون حين هذا الزوج ودرنا فلسهم واحد ولا زيرو، صح؟ راك معايا؟ يس راني معاك. فهمت أوكا؟ يب كذا وينقص راه يهبط، راح تتريقل بعدها هاو يهبط حتى يبقى يهبط إكس حتى يخلصوا عدد العداوة الاثنين. وباش نثبتوا باللي ما راحش كي نطبقوا هذه الخوارزمية في النهاية مستحيل نطبقوها، هو المشكل الواحد انك وعلاش درنا اكس باش نثبتوا بلي نقدروا نطبقوها عدد لا نهائي، عدد نهائي من المرات. باسكو قادر واحد يقول لك لو كان يقول لك تبقى تموفي فيهم طول حياتك، كي تموفي منا يزيدوا ومن بعد تبقى تموفي يبقاو يزيدوا،
علاش ما يزيدوش؟ باسكو اكس هو محدود بالصفر، معناتها اكس هو ينقص ومحدود بالصفر، معناتها اذا في اسوء الحالات يولي اكس صفر، يولي ما كاين حتى علاقه عداوه. ومثلا كون ندرسوا الكيس وين يكونوا كامل الاشخاص في الروم 1 عندهم كم في كيما راهم عندهم 3 3 3 فاش نديروا مثلا في هذيك الكيس؟ قصدك حاب تدير زوج لي جروب بحيث كل جروب يكون معمرين اعداء. ما تقدرش باسكو نص المساله قال لك باللي عنده اطموس 3 معناتها قادر واحد ما عنده حتى عدو اصلا وقادر كاع واحد مع عدو الاخر. ايه بصح كون يكونوا كامل شغل كل واحد عنده 3 اعداء في جروب 1 كامل كنحطهم كامل ثم يكونوا كل واحد عنده 3. Well, if كل واحد عنده 3 في جروب 1 في جروب 2 كاع عندهم 0 بصح ما تقدرش تحركهم كامل. Yes. اصبر معي. Look, we take the sum of the pieces. نبداو نموفو بالواحد. اذا واحد عنده 3 اعداء هنا موفيناه الاكس كان زوج كان 3 كيديناه منا ولا اسمه ولا صفر ونبقاو نقصوا فيهم واكس هو ينقص. يس مهم اكس هو ينقص كل ما تبقى هذه الحاجه اكس هو ينقص. سمتها نقص يضمننا باللي راح نلحقوا النتيجه المرغوبه. دقيقه خرجت لي دوك نعاود ندخل. سعيد ضمن problems هادو كافيين تسمى 3-3 على بالك هذيك تاع الشورت اللي قادر تجيهم شوي واعره. انا نشوى اول خطره كيسيت فيها تحريكه ما كانتش. نظن نخليه واش بقى من الوقت اسئله. بس وي نو بلي هذيك تاع الشورت ليست وي نو ذات ذيرز مونو فاريت سو وي اوريدي نو ذا انسر وي جاست نيد ذا بروف. لا كيان شوف شفت انت مونو فاريانس و انفاريانس كيشغل ما همش دي تكنيك سبيسيفيك هكا باش تحل فيهم مسائل معينين. هادو تكنيك هادو كيشغل دي برانسيب لازم ديما يبقاو معاك في اي مساله تاع كومبو. اي مساله تاع كومبو لازم تخمم في انفاريانت و مونو فاريانت. Yes, but I know. But I'm not monovariant. So I'm telling you, C1 is example of a monovariant. Since it's example of a monovariant, I'm telling you what's the answer. So we have to calculate the value. كل move decrease. We should tiptoe. That's what we're trying to Like we already have the direction we go in. So it's possible to solve. لا. المشكلة في الوقت كيان. ايه جستومون بغيت نخلي الوقت هذا تاع اسئله عامه على انفاريانت ومونوفاريانت. اذا واحد عنده اشكاليه معينه مازال حاير في لي دو برينسيپ هادو يسقسي. على بال كان البارح ما خليتش وقت تاع اسئله على بي او بي تسمى بالك واحد هكا مع باليش انا كان حبي يسقسي وما سمحتلوش الفرصه راك فاهم. لازم نخلي وقت تاع اسئله. المشكل من الصباح واحد ما يسقسي مام كي ندير الاخر كي ندير التمارين ولا ما اغلبهم ما مش يهضر. صح المفيد اللي عنده اسئلة كيما قال نصرو يسقسي. نصرو حاب تعاود تكمل المسألة التروزيام تاعك بس كنت راك داير برك زوج. بون ما ظنيتش الوقت يكفي يعني لانه لو كان هكا كان يخليتك دير شورت ليست هذيك. ايوا سعيد معليش تبعت لي نينت في الدي امز باش صبرك ما شيتش فيها مليح ما اوكي لا مدلها حقها من بعد الديه. شوف في نهايه الحصه نشوفو كاين لو كان سين نشوفو اسك واحد عنده سؤال. جماعه نستقبل الأسئلة تفضلوا. إذا لقينا invariant
وشغل كيف انا اعرفه بلي راح يكون يوزفل ولا يوزلس؟ سعيد دقيقه برك اسمحوا لي اسمعوا سعيد نتفاهموا على طريقه هكا بالداله اسمع السؤال الاول يروح ليك بعد الايام وهكذا لا لا لا, لا كيف كيف حبيت ديهم كامل ديهم لا لا شوف لا لا شوف كيما بغيت انت ما كانش مشكل اوكي انت واش تفكر لا نورمال جاوبو كيف كيف معليش ايا معليش معليش اجاب صح واش قال هو عاود واش قلت لك كي نلقاو انفاريانت ولا مونو فاريانت كيف نعرف كيفاش هو يوسلس كيف نفيق له بلي راه يوسلس باش ما نضيعش الوقت شوف هي على حسب ستيتمنت تاع المساله واش طلب منك شغل قال لك غالبا كيسقسيك على النهايه تاع الجيم شوف وينر استراتيجي ولا اسك في النهايه راح تصرا كذا ولا كذا غالبا هذه تمد لك باللي واش راح لو كانت لقى حاجه تغير ما تغيرش غالبا تساعدك كيما بي دو وافهم جونيور وا 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 اصبر اصبر كيان شوف على بالي قادر هكا ماكش كيفاش خلي من بعد نحكيو مريقلا تسمع خلي فركا نجاوبو الجماعه من بعد سهل الحال او عم بالك باللي مام في الانكواليتيز مونو فاريانت و انفاريانت قادر بزاف يعاونوك مام في جيو مثلا نسبه كاين واحد النسبه ثابته مهما تغيرت بوينت شغل تمام باش تسمعي مسائل تاع يقول لك نقطه تتحرك كاين حاجه بالك تلقاها ثابته راك شايف نصر واش رايك انت فواش فباش كنت تحكي هذا وين اي قال لك وكتان عارف اسك هذه الحاجه اللي ما تغيرش يوزفل ولا يوزلس اوكي مليح شوف شت انت دركا مثلا نقول راك تسي في مساله راك في لعبه مثلا عندي مثال على لعبه لقيت انفاريانت معين شوف مثلا انت مثلا نقول لي راك بوب مليح ولقيت انفاريانت راك في راسك انه يعاون بوب باش يربح انت حط في بلاص حط روحك في بلاص بوب شوف طبق الانفاريانت هذا على اللعبه تاعك مليح اذا ما وصلتكش ديريكت درك راك تحكي لي على حاله وين ما وصلتش ديريكت لكن انت درك انفاريانت اذا لقيتو كل انفاريانت لقيتو راهو يمد لك معلومات اكثر يسمى انت درك كي تلقاه ماكش حتخسر راك فاهم انني نحكي في حاله لقيتو وفرت تما انت درك كي شغل راك مديت روحك معطيات اكثر مليح وشوف درك انت رجعت عندك مساله جديده مليح المساله هذه قادر تجيك اصعب من المساله اللي كانت عندك لانه قادر الانفاريانت اللي لقيتو انفاريانت خداع وقادر تكون مساله اسهل درك كل حاجه على حساب المساله انت درك ما نقدرش نمد لك هكا حاجه عامه ولا لكن اعتبرها كي شغل معطيات جدد مليح سي كيفاش توفق بيناتهم بالمعطيات اللي مدهم لك هذا ما كان جماعه شوفوا هنا في الهندسه هنا هذه الاكس راكم تشوفوها هنا نقطه تتحرك داخل متوازي الاضلاع هذا على بالكم باللي المساحه A1 زائد A2 ثابته ونقدروا نبرهنوها بسهوله ايه هذه خلي برهن ليهم جماعه خليو برهنوها هذه جو مثال بسيط هنا برك باش بغينا نقول لكم انه انفاريانتس ومونوفاريانتس مفاهيم شامله هكا ما تحصروهمش في حاجه معينه ما همش دي تكنيك سبيسيفيك هكا لنوع معين من المسائل لكن انت دركا وقتاش يكون عندك موتيفيشن انك تخدم انفاريانتس ومونوفاريانتس كيكون عندك الغوريثم مليح كيكون عندك
مثلا خطوات هكا. هنا هذه الحاجة الأساسية اللي تمشي بها invariants و monovariants. زيد سعيد نظن كان واحد قبيل تقال ما فهمش monovariants مليح. اصبر واش كان عاود نشرحها له ولا قصدك ولا تشرحها له انت قصدك المبدا؟ اصبر اصبر دوك نشوف الميساج. ما فهمتش مونوفاريانت كيفاش نستخدموهم، تقدروا تعاودوا لي؟ شوف فهمت الحل تاع المسائل اللي كنا نديروهم، فهمت الحل تاع المسائل اللي كنا نديروهم. ايوه واش كي كنا نديروهم واش كنا نستخدمو؟ كنا دائما نشوفوا على الحاجه اللي تتغير بانتظام، ماشي بانتظام، دي تتغير بطريقه واحده، اما دائما تزيد ولا تنقص. والمونوفاريانت هذا اسمها الترجمه تاعو هي احادي التغير. انت تشوف المساله تاعك بعد ما يطلب منك دير الالغوريثم ولا ستيبس، شوف انت وشنو هي الحاجه اللي راهي تتغير بطريقه واحده، باش في النهايه تقدر تعرف في النهايه واش غادي يخرج لك. هو غالبا كيما المساله اللي درناها، ها مره قال لك هنا الاكس ثبتنا باللي ينقص باش نثبتوا باللي نقدروا نديروهم عدد نهائي من المرات، ولا هنا ثبتنا باللي مهما قطعنا رانا دائما نديروا بيس واحده، معناتها في النهايه دائما راح نديروا ان ناقص واحد خطوه. ولا هنا ثبتنا بلي دائما الصم تاعهم ينقص بواحد، يعني هذا هو المبدا، انك مهما درت مهما ومهما خيرت هذو الاعداد، مثلا هنا ابي نقدروا نخيروا واحد زوج ولا نخيروا زوج 99، ما يهمش واش نخيروا، المهم رانا نقصوا بواحد، يعني رانا نركزوا في واش ما يتغيرش، في واش يتغير بطريقه واحده. اوكي زيد كش ما كاين واحد عنده سؤال جماعه سقسيو، يعني لانه بقات 10 دقائق اسمع وقت هذا وقت تاعكم ماشي تاعنا، يعني سقسيو واش بغيتو. اوكي معليش نزيدو نستناو شوي سيو في سي ان. لا سي ان هذاك نخليوه ما نسيبش فيه. وعموما جماعة بالنسبة لمسائل الشورت ليست سيو ما تسيبوش فيهم مليح ماشي. اسمع نصرت بالي نورمال باسكو دومي النف و لا نحكي بشكل عام نحكي بشكل عام. شوف إذا كانت حاجة قبل 2008 ما عليش يا سيدي عمو بحركم ديروا فيها وش بغيتوا، بصح المشكل مشكل قادر من بعدها مثلا تحتاجوا واحد منكم مثلا يخيروه شباب الشي يروح يعقب في إيمو بعد ما يلقاش المسائل اللي يدرب عليهم مليح، سما هذا مشكل من بعد. والمسائل تاع إيمو جايين من نوع النادر هكا كشغل نوعية تاع المسائل تاع ايمو تاع شورت ليست ما تلقاهاش في مسابقة واحدة اخرى، هذا هو المشكل. نصرو لوك تو ذا شات. نعم ايه درت المسائل الاول برك. هي ما يقدرش بسكو اللي عنده سؤال. سعيد عندي سؤال برك باش ما نسبويليش الحل. I think لحقت له but does it use binary؟ yes c'est bon thank you. let's go. okay
اوكي كاين وحل الشورت ليست هذا الجماعه زيدوا اسئله رغم حبه مسائل ونسنو مسائل ايه نبعث لكم راح نبعث لكم كاين حاجه سعيد كاين مساله كاين شغل المساله شفت تاع نمبر فايلر شان هذيك تاع اليوتيوب تعرفها مانيش شافي لها شنو المهم كاين فيديو مليح على مساله تتحل بانفارينت تما قادر نبعثها لهم يشوفوا المساله هذيك مليح مساله اصلا صعيبه يسمى شغل ما همش حيضروا بزاف كي يحرقوها اي خلاص بون جماعه حنبعث لكم بعد فيديو سيو تفرجوه هو على انفارينت وزيد الشرح تاعو مليح بزاف زيد ترجم المساله ايوا قال لي ترجم المساله شوف شو قال لك قال لك عندك كارطات كارطه جهه اللون تاعها كحل وجهه الجهه التحتانيه ذهبيه لون تاعها ذهبي هو ما يهمش المهم كاين لونان واحده كحله واحده ذهبيه قال لك في البدايه هاوليك خط مستقيم طويل خط مستقيم حطوا فيه كاع الكارطات ها مليك كاع الكارطات على الوجه الاصفر على الوجه الذهبي قصدي كامل ذهبيين قام نحطهم على الوجه الذهبي قال لك شنو قال لك في كل مره الي صوبو ولا شكون يلعب زوج عباده من يلعبوا تخير 50 كارطه متتاليه تقلبهم كامل معناتها اذا كانوا 50 كارطه ذهبيه متتاليه اذاك 50 كارطه اليسار ديالها ذهبي ايوه غادي نقولها 50 كارطة يكون اليسار تاعها كامل باللون الذهبي والباقي ما يهموش كامل تقلبهم معناتها هنا ترجعها كحلة وهذه إذا كانت ذهبية ترجعها مهم كامل تقلبهم على الوجه الآخر ومدى اللي موراك يزيد يخير 50 وبقوا تخيروا 50 هك قالك أسك في النهاية راح يوصل واحد ما يقدرش يدعم معناتها كامل الكارطات الخمسين هذوك ماكش كارطة ذهبية في الخمسين ماكش 50 كارطة متتالية الأولى تاعهم تبدأ بالذهبي بعدين نكسبها بطريقة أكثر حقا زايد I have a question about this problem like I was also thinking بلك كون زعما نديرو قي نرقمو الكارطات من 1 حتى 2009 because if we take like the leftmost card الكارطة على اليسار كاع we like when we flip it we can't كي نقلبوه ما نقدروش نزيدو نقلبوه خاطرش هو على اليسار كاع يولي نوار ما نقدروش نزيدو نقلبوه so we could find some pattern like this فهمت ما سمعت I said that we could number the cards from 1 to 2009 from left to right and then we could say that when we flip number like each card at the beginning well the 50 last cards اني تحبس ما نحبسوش في 2009 نحبسو في 1959 because the 50 last cards anyway like number 1 has you can only flip it once yes number also you can only flip it twice and you prove that for a card which has the number n it can only be flipped n times I thought about it. Okay. مليح. But I guess it's a longer way. Yes. Yes.
مام بتبلي بتراجعش قاعد تذكر سوري تبلي مام بتراجع في بلاس 2009 دير واحد يس جود ايديا او مشي واحد صح مهم ده بخمسين بينا بلي خمسين تخلص في موف واحد بعد دير ان بعد دير ان زي واحد اوكي مفيد جماعة تبان لي واحد ما هو يسقسي وهذا اليوم سايت سما ايوه كنا نختتموا الجلسة ايا خلاص خليك سعيد